بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد ما أنهينا في المحاضرة السابقة الكلام عن الـ Gradient Series، اليوم وصلنا لنهاية الجزء الثاني من Chapter 4. وزي ما تعودتوا أنه في نهاية أي Chapter أو أي جزء من Chapter رح يكون في عنا شوية Examples، فإن شاء الله اليوم ممكن نكمل الاكزامبلز وممكن ما نكملهم نخليها لمحاضرة ثانية، فممكن الاكزامبلز نحلهم على محاضرتين. الاكزامبلز موجودة بالسلايدز هون اللي اصلا نزلت لكم اياها، ولكن انا بحاول احل الاكزامبلز عن طريق الوورد لاني انا اضفت بعض الحلول وبعض الرسمات زي ما تعودتوا. تمام، فبسم الله خلينا نبدأ. اول اكزامبل عندنا بيحكي لي a person borrowed. مجرد ما شفت كلمة borrow هون او borrowed، المقصود انه في عندي present value 100,000 دولار، اتدين هذا الشخص 100,000 دولار، which will be repaid at 10 equal annual installments. الان انا عارف انه هذا القرض مش راح يتسدد عن طريق دفعة واحدة، ولكنه راح يتسدد عن طريق سلسلة من الدفعات، يعني عن طريق annuity، وعدد هذول الدفعات راح يكونوا 10. تمام، at an annual interest rate of 15%. الآن الفائدة على هذا القرض 15%. Calculate the value of each installment. إذا وقف السؤال لهون راح يكون السؤال مباشر معي P ومعي أو بدي أوجد A، فمباشرة بستخدم علاقة ال P مع ال A. ولكنه كمل السؤال بيحكي لي if the first one is to be repaid after 4 years، معناها إنه الأول دفعة راح تكون عندي راح تكون بعد 4 سنوات من القرض. تمام، فأنا إذا برسم الكاش فلو دايجرام راح ألاحظ أنه الكاش فلو دايجرام في 100,000 دولار هون، وفي عندي سنة سنتين ثلاث ما فيهم أي دفعات، عند نهاية السنة الرابعة ببلش عندي 10 دفعات، ولكن قديش قيمة هال10 دفعات أنا ما عندي. أنا الآن مخير ما بين حلين عشان أطلع هاي الـ A، قيمة هاي الـ A اللي تعتبر deferred، deferred يعني مؤخرة أو مؤجلة. أنا لازم أسوي واحدة من طريقتين، يا أنا بمسك الـ 100,000 بنقلها عند السنة ثلاث، وبهاي الطريقة أنا بعتبر إنه الرقم اللي راح يطلع عندي من عملية هاي النقل، من عملية النقل، راح يعتبر present للـ A هاي، وبعديها بوجد الـ A عن طريق العلاقة المباشرة ما بين الـ P والـ A، أو ممكن أنقل الـ 100,000 هاي أنقلها للسنة 13، وبرضو استخدم العلاقة ما بين الرقم اللي راح يطلع معاي اللي هو راح يعتبر future والآن. أنا هون صراحة استخدم الطريقة الأولى. فإذا أولا حركنا الكاش فلو دايجرام المية هاي 3 سنوات، فصار في عندي الأف عند السنة الثالثة هون، أو الرقم اللي راح يطلع معاي عند السنة الثالثة هو عبارة عن 100,000 ضرب 1.15 اللي هي 1 زائد i أس 3، طلع معاي 152,086 دولار. هذا الرقم الآن صحيح انه فيوتشر بالنسبة للمئة الف، ولكنه بريزنت بالنسبة للانيويتي هاي الموجودة هون بالاحمر. طيب الان طبعا هذا وجود الرقم هذا عند السنة الثالثة، انا بحب كمان انوه عليه مرة ثانية انه البريزنت بالنسبة للانيويتي بيكون قبل بسنة من بدايتها، فما حدا يخربط ويجي ينقل مئة الف للسنة الرابعة، لا، المئة الف لازم تكون قبل بسنة واحد من بداية الانيوتي. الآن ببساطة أنا ممكن أستخدم هذا الرقم وأعتبره present، وأستخدم العلاقة ما بين ال B وال A وأوجد الانيوتي هاي. إذن الخطوة الثانية إنه ال A اللي عندي راح تكون تساوي ال present value A given B الفاكتور و 15% و 10 دفعات. الآن تعودنا أكيد استخدام التابل، ولكن لو بدنا نرد نستخدم هذا التابل مرة ثانية، أنا بروح على العشرة، راح نروح على العشرة، ومن خلال هاي التسعة، سوري، لو اجينا على العشرة انا اي الرقم اللي راح استخدمه راح اروح على اليونيفورم سيريز بالبداية، بعد 10% راح اروح على اليونيفورم سيريز، وبعد اليونيفورم سيريز راح اروح على انا بدي اوجد A، فاذا A given P هذا الفاكتور، وعدد السنوات او عدد الدفعات هو 10، فطلع معي الرقم 0.1627. تمام، اذا 0.1627، سوري احنا رحنا على 10% ولكن هو 15%، فخلينا ننزل على 15%. تمام، هاي 15%، اذا عند ال 15% في عندي 0.1627.
1993. إذا مباشرة point 1993 بيطلع معي الرقم 30,311 دولار. إذا هاي الدفعات اللي بالأحمر هون مقدارها أو قيمة الدفعة الواحدة 30,311 دولار. المفروض إذا بدي أستخدم الطريقة الثانية يعني أنقل الآن 100,000 لل13 وأستخدم العلاقة ما بين F وA اللي هي A given F يطلع معي نفس الرقم، مش نفسه exact ولكن approximately the same number. طيب شوف المثال اللي بعده. المثال اللي بعده A person bought a machine which cost him. أيوة تمام، خلينا نوقف هون شوي. الشخص هذا اشترى آلة معينة cost him. cost him initially المقصود يعني قديش تكلفته بالبداية اللي هي ال present value لهاي الماشين، كلفته 30,000 JDs. تمام، أحيانا JDs مكتوبها GOD معناها جوردانيان دينار. طيب كلفته 30,000، إذا ال present value قيمة الدفعة اللي اشترى فيها 30,000. The following table summarized his income from the machine. طيب عندي ال income يعني ال positive value الشغلات اللي ربحها من الماشين هاي موجودة هون in this table. تمام، if he wants to sell the machine at the end of the fourth year. الآن هو قرر إنه he decided to يعني to sell the machine، ولكن متى؟ عند نهاية السنة الرابعة. طيب what is the least amount he can accept to sell the machine. طيب take the I 15%. أظن إنه هون في السلايد ما كان معطينا ال I، فعشان هيك استخدمنا ال I 15%. إذا هون 15% هاي أضفتها أنا على السلايد. طيب إذا هو بده يبيع الآلة هاي بحيث إنه بالآخر عند نهاية السنة الرابعة بديش يخسر. تمام، طيب إذا رسمنا الكاش فلو دايجرام، كاش فلو دايجرام هو دفع 30 وربح 5,000 عند السنة الأولى، 7,000 at the end of the second year, $8,000 at the end of the third year, and $7,000 at the end of the fourth year. كل هذا ال outflow معناها income، معناها positive values. اوكي طيب in order انه هذا الشخص اللي اشترى ما يخسر، المفروض انه اذا نقلنا كل المبالغ عند السنة الرابعة تكون المحصلة صفر. اذا انا بدي الشخص هذا ما يخسر، اذا نقلنا المبالغ كلها عند السنة الرابعة بالاضافة للمبلغ اللي راح يدفع او راح يجي من خلال بيع هاي الماشين، المفروض محصلتهم تكون صفر. الآن كيف بدنا نطبق هذا الكلام؟ ببساطة رح ننقل كل المبالغ عند السنة الرابعة. فإذا بدي أنقل all the values here, all the payments to the fourth year, we have minus هون. هون ال sign convention is important صراحة. السالب هاي لازم نستخدمها لأنه صار في عندي مبالغ تحت ومبالغ لفوق، مبالغ صار في عندي outcome يعني شغلات دفعها expenses costs، وصار في عندي income شغلات positive. طيب إذا سالب 30,000 لما نقلناها عند السنة الرابعة في 1.15 أس 4 تمام، زائد positive 5,000 هاي في 1.15 أس 3. طب كيف أس 3؟ سنة سنتين، ثلاث سنوات نقلناها، بعدين في عندي 7,000 ف 1.15 تربيع لأنه سنة سنتين، بعدين في عندي 8,000 1.15 لأنه سنة واحدة يعني أس واحد، وأخيرا في عندي 7,000. الرقم اللي طلع معاي هون سالب 19,408. يعني لو بدي أرسمه على الكاش فلو ديجرام راح يكون في عندي خط لتحت كمحصلة للكاش فلو ديجرام، هذا مقداره سالب 19,408. يعني ها لو إجينا بدنا نرسم هون خط، هذا الخط كأني أنا بدي ألغي كل الكاش فلو وأخلي بس خط واحد. هذا الخط أو اللي هو البيمنت هاي هي عبارة عن البيمنت اللي هون، هي عبارة عن خلينا نزيد الويت عشان تبين معنا. هذا الخط اللي عندي هو عبارة عن 19,408. طيب هذا سالب، شو يعني؟ يعني لازم يكون في عندي يبيع الماشين اللي عنده يبيعها بنفس المقدار، يبيعها بنفس القيمة اللي هي 19,000 و ثواني، لازم يبيع الماشين ب 19,408 على الأقل حتى تكون محصلة الاستثمار تابعته صفر. طيب إذا هو حب يربح
إذا هو حب يربح معناها المحصلة المفروض تكون positive. فلو ذكرت لك مثلا بالسؤال إنه هو حب يربح مثلا 1000، المفروض إنه 19408 هاي قديش لازم هو يبيع الجهاز؟ بدها تكون 20408. فهي فكرة مهمة إنه إذا الآن هو بده يربح $1000 مثلا بعد كل هالاستثمار، المفروض الرقم النهائي ما يكون 19000 اللي بده يبيع فيه، لا يكون $20408. تمام؟ فعشان هيك سمينا هذا الرقم اللي هو المينيمم سيلينج برايس. تمام؟ طيب نشوف سؤال صراحة هذا سؤال كثير مهم، والسؤال هذا يعني يعتبر من الأسئلة اللي فيها أفكار، ويعتبر من الأسئلة اللي ممكن نشوفها بالحياة الواقعية صراحة. فأنت لازم تتعامل مع هاي الأسئلة بشكل مثالي. طيب debt rescheduling. debt rescheduling كلمة أو مصطلح مشهور في عالم الإيكونومي صراحة، معناها إنه كيف أنا ممكن أعيد هيكلة أو أعيد ترتيب أو تنظيم الديبت اللي هو القرض. تمام، كيف ممكن أعيد ترتيب الأقساط هاي تبعت القرض؟ طيب بحكي لي a person borrowed 50,000 JDs، برضو بفضل تنكتب GOD. طيب إذا الشخص هذا اتدين 50,000 دينار، which will be repaid at 20 successive equal annual installments. إذا الشخص هذا لما تدين 50,000 لتحت طبعا راح تكون بده يسددهم بعشرين دفعة annual، معناها سنوية. هاي الدفعات راح تكون سنوية، طبعا لما نحكي دائما installment معناها دفعات. طيب at an annual interest rate of 14%، الفائدة هي عبارة عن 14%. if he paid the first 12 installments on time، اللي صار انه دفع الاولى الثانيه الثالثه لحد 12 زي ما بتشوف الشكل الازرق هون، دفعهن اون تايم بالضبط، يعني ما تاخر بالدفع. طيب and he didn't pay، طبعا هون المفروض he didn't pay the next 3 installments، ما دفع 13 و14 و15، هو الان ما دفعهم هذول اللي بالاسود هون on time. so as a penalty، من خلال اتفاقية اللي اتفقها مع البنك أو مع الجهة المقرضة، he have to pay the remaining amount in the period 16 to 20. الآن لازم يدفع اللي ظل، هذول خلص راحوا، اللي بالأسود ما دفع هون، ما دفع عند نهاية السنة 13 ولا 14 ولا 15، ولكن as a penalty يعني كالآن اللي ظل الآن لازم يدفعوا متى؟ يدفعوا من نهاية السنة 16 17 18 19 و20. طيب خلينا نشوف نكمل. calculate the value of the new installments. طيب هل برأيكم قيمة هاي الدفعات اللي بالأزرق، بما انه هو مش راح يدفع غير عند 16 17 18 19 و20، هل برأيكم راح تظل قيمتها ثابتة؟ يعني جدلا لو حكينا انه كان يدفعه 1000 سنويا، هل برأيكم أو 2000 أو 3000، بغض النظر لو حكينا أنه كان يدفع 3000 سنويا، هل برأيكم هاي الخطوط بالأزرق بدها تكون 3000؟ الإجابة أكيد لا، المفروض أنها تكون أكثر حتى أغطي الدفعات اللي ما اندفعت. طيب كم هاي الدفعات الجديدة؟ هذا الإشي اللي بدنا نحسبه. طيب أولا بدنا نحسب كم كانت أساسا الدفعات. الدفعات أساسا كانت عبارة عن، إذا بدي أطلع الدفعات من خلال الشكل بالأحمر بالأول، فعندي أنا A وعندي الـ present value كانت 50,000 القرض، فعندي الـ P 50,000 وفي الفاكتور A given B و 14% و 20 سنة. طيب المشكلة وين هون؟ المشكلة أنه ما في عندي 14%. إذا بروح على الـ tables بلاحظ هون 15 قبلها 12. طيب في tables بالمناسبة إذا بتبحث عن الإنترنت بتلاقي في table فيه 12 و10 وكل شيء عشان تتجنب استخدام القانون، ولكن هون طالما فيش تيبل، ما فيش 14% بالتيبلز، فممكن نستخدم القانون. فلو رحنا استخدمنا القانون الـ I اللي هي 0.14 14% 1 زائد 0.14 أس N، عبارة عن عدد الفترات أو عدد الدفعات فهي عبارة عن 20 على 1 زائد 0.14 أس 20 ناقص 1، هذا هو عبارة عن الفاكتور A given B. طب هذا الفاكتور من وين جبناه؟ هذا الفاكتور اللي هو من القانون اللي اشتقيناه أساسا لما تكلمنا عن A، علاقة الـ A مع الـ P. إذن الفاكتور طلع معي 0.151. إذن من خلال الفاكتور لما ضربناه في 50,000 طلع معي 7549.3. إذن هو أساسا كان متفق أنه يدفع $7,549 كل سنة. تخيلوا قديش كل سنة لازم يدفع. طيب كمل الآن
طيب هو دفع لو جينا بدنا نحكي قديش اللي دفعه، هل هذول الدفعات اساسا الموجوده هون بالاسود دفعهن؟ لا. طب هل الدفعات الموجوده هون بالازرق دفعهن؟ برضه لا. طيب قديش هو دفع من القرض؟ هو اللي دفع من القرض 12 دفعة الاولى. طيب لو اجيت الان انا وديت ال 12 دفعة الاولى عند التايم صفر وشفت قديش ضل له من القرض، شو راح يطلع معي؟ الان لو اجيت عند الصفر ففي عندي 50,000 وفي عندي سالب الدفعات اللي دفعها بدي اطلع من خلالها بريزنت، 12 دفعة بدي اطلع من خلالها بريزنت. طيب هون هاي ليش ما حطيناها بالسالب وهاي بالموجب؟ بصير ما في مشكلة، انا الان بهمني انه احسب القيمة هون، تمام. طيب اهم اشي انهم يكونوا متعاكسات. طيب هون فاذا سالب 7400 او 549.3 بي جيفن اي 14% و12 دفعة، طلع معايا الرقم بالاخر. طبعا الفاكتورز مش كل مرة راح اجي يعني احسبهن، خلص الفاكتورز صارت واضحة امورها، طلع معي 7268. شو يعني هذا الرقم؟ هذا الرقم معناها هل قد ظل من القرض، ولكن اللي هل قد ظل من القرض هاي وين؟ عند البريزنت. اذا انا كأنه القرض من البداية ما كان 50,000، كأنه الان بعد ما دفعت هذول القرض خف ل 7268. طيب بقدر اطلع الان من 7268 بقدر اطلع كم القيمة الجديدة لهاي الارقام؟ بقدر ببساطة، يا اما بنقل 7268 بنقلهن لسنة 15 وبصيروا عبارة عن present بالنسبة لدفعات 16 و17 و18 و19 و20 بطلع من خلالها الـ A الجديدة، او بنقل الـ 7000 هاي و268 بنقلها لسنة 20 وبصيروا عبارة عن future للـ A الجديدة وبحسب من خلالها الـ A الجديدة. فإحنا هون نقلناها للسنة 20 أسهل لنا، فإذا مباشرة نقلناها للسنة 20 فطلع معانا 7268.8 ضرب 1.14 أس 20 سنة، طلع معانا 99,898 دولار أو جي أو دي بغض النظر. طيب هذا المبلغ خلص أنا وقفت؟ لا ما وقفنا، الآن راح نكمل ونحسب من خلال الفيوتشر هاي، من خلال الأف نحسب A اللي هي A لنيو لخمس دفعات 1 2 3 4 5. فإذا A لنيو للخمس دفعات هاي هي عبارة عن 99,000 اللي هي F و898 في A given F، أنا بدي أطلع A و F معاي و14% وخمس دفعات، طلع معاي الرقم بالآخر 15,133 دولار. لاحظوا بالأول كم طلع معاي المبلغ، المبالغ اللي الأولى دفعتها 7,549، ما أجيت حكيت خلص جمعت هذول قسمتهم على خمسة ووزعتهم على الخمس دفعات هذول، لا، طريقة الحل كانت تماما مختلفة عن هذا الكلام. فإذا المبلغ اللي دفعته الآن عند سنة 16 لحد سنة 20 كان عبارة عن 15,113 دولار أو جي أو دي، تمام؟ هذا الفاكتور اللي هو A given F، لأنه زي ما حكينا الـ 14% مش معنا. طيب بصير أستخدم أنا الفاكتور ولا بصير أستخدم التابل؟ بصير تستخدمه الثنتين. ممكن أنا أجبرك في بعض الحالات تستخدم التابلز عشان إذا بدي يكون في علامات على الانتربوليشن اللي راح نشوفها إن شاء الله في أسئلة قادمة، تمام. نشوف المثال الرابع. المثال الرابع في عندي بحكي لي a person bought a car، اذا اشترى السيارة for 20,000 JDs، اشترى السيارة بمبلغ 20,000 دينار اردني. الان هذا الكلام مفهوم وما فيه اي مشكلة، اذا مفهوم انه the present value هي عبارة عن 20,000، ولكن الفكرة بالسؤال هي هون if he paid $5,000 immediately أو 5,000 GODs immediately، يعني شو؟ يعني الآن 5,000 هاي دفعها أول ما أخذ القرض، أو بمعنى آخر في دفعة أولى كانت 5,000، يعني شو؟ يعني برضو كأنه أنا القرض اللي أخذه ما كان 20,000، كان عبارة عن 20,000 ناقص 5,000 فهي عبارة عن 15,000. هاي فكرة السؤال. السؤال بعدين راح ينحل بكل بساطة زي ما راح نشوف، ولكن الفكرة أنه كان 20,000 ناقص 5,000 دفعهم بالبداية، فمعناها زي ما بتشوفوا الكاش فلو دايجرام معناها كأنه بس ماخذ أو مقترض 15,000. طيب while the remaining amount will be repaid اللي هي 15,000 will be repaid at 4 equal annual payments، إذن راح يصير في عندي 1 2 3 4 دفعات لهاي ال 15,000 at an annual interest rate of 12%. calculate. أولا
أول فرع the value of each installment، قديش قيمة كل دفعة. ببساطة إذا بدي أطلع قيمة كل دفعة، هاي ال 15,000 صارت هون اللي هي المحصلة، بقدر أطلعها. هل هاي deferred annuity؟ لا، مش deferred annuity، بتبدأ مباشرة السنة الأولى الثانية لحد الرابعة. فإذا مباشرة بقدر أستخدم العلاقة ما بين P وما بين A عشان أوجد A. فإذا I have to use A given P directly. إذا net present value equals to $20,000 minus $5,000 GODs and the net value equals to 15,000 GODs. طيب then ال A equals to ال P times the factor which is A given P 12% and 4 payments or 4 installments and then the final value of the these installments or these different installments is 4,938 GODs. اوكي، اذا هذا بالنسبه للمبلغ النهائي اللي طلع معي. طيب الفرع الثاني، if he paid the first two installments، دفع اول دفعتين. طيب هون شكله فيه زي المثال هذا اللي هو فيه rescheduling، but he couldn't pay the rest of the amount on time agreed upon. يعني هو دفع بس الدفعة هاي والدفعة هاي، أما الثالثة والرابعة ما دفعهم. So his penalty يعني الاتفاقية was to repay the remaining amount in four equal installments starting in the fifth year. راح يدفع الدفعات اللي ظلت بأربع دفعات، ولكن متى؟ starting عند السنة الخامسة ومستمر خمسة وستة وسبعة وثمانية. تمام، قديش قيمة هاي الدفعات الجديدة؟ إذا نفس الفكرة تبعت السؤال قبل شوي اللي هي debt rescheduling. فإذا اطلعنا على الشكل الجديد، الشكل الجديد هو عبارة عن الثلاثة والأربعة ما دفعناهن أبدا، إحنا دفعنا بس الأولى والثانية. طيب نقدر نطلع محصلة اللي دفعهن؟ ببساطة محصلة اللي دفعهن هي عبارة عن 15,000 راح منها 4,938 عند السنة الأولى، فهي عبارة ضرب واحد زي ما بتشوف. طبعا هاي سوري هاي المفروض أس، فهي ضرب 1.12 اللي هي 1 زائد الـ I 1 plus I أس سالب 1، وفي عندي برضو 1.12 to the power minus 2 هاي اللي هي عند السنة الثانية. طلع معاي كأنه الباقي من القرض هو عبارة عن 6655 GOD. طيب الخطوة اللي بعديها انه 6555 هاي يا بنقولها كالعادة، يا بنقولها للبريزنت، يعني يا بنقولها للسنة الثانية. وببلش انا الان. سوري، هو من وين؟ starting in the fifth years upon. سوري هاي خلينا، يعني هي هون في السؤال انا يمكن يعني حالها بشكل مختلف، انه حالها انه هي عبارة عن السنة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة، ولكن هو قايل لي بالسؤال انه starting in the fifth year after he purchased the car. يعني المفروض هاي الدفعات كلها تكون وين؟ هاي يعني مش راح تكون هون، هاي راح تكون اول دفعة عند السنة الخامسة وهكذا. فمعناها كأنه هاي أول دفعة، يعني خليني بس نعدل الرسمة، وين راحت؟ سوري، عدل الرسمة هاي، إنه هون في عندي لو حكينا، هاي خلينا نحكي إنه هاي السنة الخامسة، هون نكتب خمسة، وهون خلينا نحط أربعة أو سوري ستة. إذا هو كأنه في عندي خمسة وستة. طلعت تحرك الماوس، هاي السنة السادسة، وبرضو في عندي السنة السابعة هون، وفي عندي برضو السنة الثامنة راح تكون جنبها واللي هي آخر واحدة عندنا.
هاي اللي هي السنة الثامنة. إذا هي 4 دفعات. أنا بعتذر على هذا اللي صار، بعتذر إنه الرقم النهائي ما كان صح، ولكن المهم إنه الآن هاي الدفعات راح تكون عند السنة الثامنة وهكذا. فهاي الأرقام كلها هون مش صحيحة، فخلينا نرد نحسب الأرقام مرة ثانية. طيب هاي الأرقام مش صحيحة. طيب الآن شو الصح إنه نيجي نحل؟ أولاً إحنا راح ننقل هاي راح ننقل هاي 6655 راح ننقلها للسنة الثامنة، فهاي راح تكون هيك أس 8 تمام. فالرقم النهائي اللي راح يطلع معانا هو عبارة عن 6655 times 1.12 to the power 8 بيطلع معانا 16478 تقريبا. طيب الآن هذا الرقم لما نقلناه للسنة الثامنة هو اللي راح نوزعه للأربع دفعات اللي هي عند 8 و7 و6 و5، فإذا هذا الرقم هو اللي راح يتغير فقط، راح يصير 16478. إذا الفاكتور ما تغير لأنه 4 دفعات و 12% ما له علاقة وين نقلناه، فإذا 0.2092 بيطلع معي الرقم النهائي 3447 تقريبا تي او تيس. اذا لاحظوا اول اشي كان يدفع دفع بدفعتين 4938، ولكن الان صار في 4 دفعات كل دفعة منهم 3447. بعتذر اذا خربطتكم شوي هون، ولكن الموضوع اعتقد انه سيمبل. طيب ليش هون استخدمنا سالب وهون ما استخدمنا سالب؟ بصير عادي ما في مشكلة، اهم اشي بالاخر انه الرقم اللي بيطلع معي هو عبارة عن الدفعات النهائية. طيب هسا هون لو اجيت انا حطيت الاجابة النهائية بالسالب تفرق؟ لا مش ما بتفرق، لانه بالاخر مفهوم شو اللي بدنا اياه، اللي بدنا اياه هو عبارة عن الدفعات الجديدة. طيب خلينا نحل كمان مثال اللي هو نعتبره المثال الاخير، لانه في عندي 10 questions او 10 examples. خلينا ناخذ 5 منهم بهاي المحاضرة، والمحاضرة الجاية نكمل الخمسة اللي ضلوا. طيب for the shown cash flow diagram what is the value of the last payment، قديش قيمة آخر دفع قيمة اللي هون. find the present value of the shown cash flow diagram. طيب هاي المفروض يكون السؤال جدا سهل وجدا بسيط، لأنه السؤال هذا عبارة عن gradient، ولكن هاي الgradient الgradient اللي قاعد بتزداد، وهي بتزداد وقيمة الدفعة الأولى مش صفر. فهاي عبارة عن المحاضرة الماضية اللي تكلمنا عنها، اللي هي الجريدينت من حالة خاصة اللي أول دفعة ما بتكون صفر والجريدينت نفسها قاعدة بتزداد. طيب أول سؤال بحكي لي what is the last value of sorry what is the last payment the value of the last payment. ببساطة أنا عندي 10 دفعات وبدأنا ب200 أو سوري ب2000 والزيادة 500، فبقدر أنا ببساطة أجي أحكي 2000 2500 3000 3500 ولحد ما أوصل لآخر واحدة راح ألاقيها 6500. طب تخيلوا في عندي 20 واحدة ممكن أخربط، تخيلوا في عندي 100 دفعة فبرضه ممكن أخربط، فلازم ألاقي طريقة ثانية. الطريقة الثانية ببساطة موضحة إذا بنرجع على الديفيرد أنيوتي. إذا بنرجع على المحاضرة تبعت المرة الماضية راح ألاقي فيها شغلة يمكن ما ركزنا عليها كثير، ولكنها شغلة كانت بالاشتقاق وهي مش مطلوبة منكم، ولكن ضروري نكون فاهمينها. لاحظوا قيمة آخر دفعة هون إذا كانت الانيوتي ordinary يعني الطبيعية بتبدأ من الصفر، فقيمة آخر دفعة هي عبارة عن n ناقص 1 في g. يعني لو الn عندي هون 10 زي المثال، فهي عبارة عن 10 ناقص 1 يعني 9 في g. الg كانت عندي 500 وتمام انتهى الموضوع. ولكن انتبهوا انه هاي عبارة عن ordinary. طب شو يعني اذا ما كانت اوردينري؟ بتفرق؟ اكيد راح تفرق. يعني لو اجيت طبقت هاي العلاقه هون على السؤال او على المثال اللي عندي اكيد راح يطلع معي الرقم غلط. يعني لو اجينا هون على المثال وحكينا طيب ان ناقص 1 معناها 9 ضرب 500 يعني معناها 4500، ولكن اذا بتعدهن بيطلعوا 6500. طب وين الخلل بالموضوع؟ ليش انا ما عرفت اطبق العلاقه بشكل مباشر؟ اتذكروا انه احنا قاعدين نحكي عن العلاقه هي بتطبق بشكل مباشر اذا كان في عندي اوردينري. طب اذا ما كانت اوردينري ببساطه اخر دفعه هي عباره عن ان ناقص 1 في جي اللي هي 4500 ولكن زائد 2000، لانه انا ما بدات من الصفر انا بدات من 2000، فعشان هيك بيطلع معي 2000 زائد n ناقص 1 اللي 10 ناقص 1 في جي
500 يطلع معي 6500 دولار. تمام. طيب الفرع اللي بعده find the present value of the shown cash flow diagram إذا كانت الانترست ريت عبارة عن 8. ببساطة برضه هذا حلينا مثال نفسه ما فيه أي إشي جديد، ولكن مش غلط نرد نحله. هاي النوع من الجريدينت بحلها بجزئين، حكينا الجزء الأول إنه راح يكون في عندي present جاي من الـ A اللي هي 2000 الـ A note سميناها، وراح يكون في عندي present جاي من الـ G اللي هي 500. ليه؟ لأنه في عندي هاي الـ gradient series هاي عبارة عن مش ordinary gradient series، يعني ما بتبدأ من الصفر. فإذا في عندي P that comes from A note، الـ A note هون عبارة عن 2000 plus، حكينا plus هون لأنه إذا كانت في عندي متناقصة زي المثال اللي بعده يكون في عندي minus. تمام؟ وإذا الـ plus sign هاي أو الـ positive sign إذا كانت متزايدة، والـ minus sign إذا كان في عندي تناقص. فإذا هون P that comes from G. طيب الـ P that comes from A هي عبارة عن 2000 ببساطة، في P given A و 8% و 10. فإحنا برضو بنفس الفكرة لو رحنا على الـ factors ورحنا استخدمنا الـ factor اللي هو 8% ورحنا على الـ P given A ورحنا على 10 رح نلاقي إنها 6.7101. تمام؟ 6.7101 سوري في 2000. طيب الجي هي عبارة عن 500، في بي برضو given جي و 8% و 10. إذا رحت أنا على الجي برضو وطلعت البي given جي هي عبارة عن 25.977، فمباشرة هون 25.977 ضرب 500 الرقم الكلي طلع معي 26409 ببساطة. تمام؟ بما انه السؤال هذا شبيه بالسؤال اللي قبله خلينا نحله مش غلط، عشان ما نبدأ بفكرة جديدة بالمحاضرة او ما نرجع نراجع الشغلات اللي اخذناها في المحاضرة الماضية. طيب لو اجينا حكينا عن هون اول سؤال او حسب الشكل المعطى عندنا find the present value برضه اذا كانت الاي 9% و find the future value. طيب لو اجيت قلت لكم الـ present value شو قيمته؟ الـ present value برضو هاي حالة من الحالات الثلاث اللي أخذناها، هاي مش ordinary ولا هي زي الحالة السابقة. فإذا هي حالة ولكن الآن الـ gradient قاعدة بتقل مع السنوات. فالحل عشان أوجد الـ present إنه برضو أقسمها لجزئين، جزء هو عبارة إذا بتتذكر 15000 وناقص الـ present اللي راح تيجي من الجيل اللي هي 200. فإذا عندي أنا كأني باجي بحكي P that comes from A note، والA note هون عبارة عن 15000، هون بستخدم minus لأنه descending gradient series أو decreasing gradient series. وفي عندي إذن P كمان that comes from the gradient الجي. Okay we have here $15,000 والfactor P given A 9% و20 minus $200 P given G و20 برضو بنفس الطريقة، بيطلع معي الرقم النهائي بالآخر بعد ما استخدمنا الفاكتورز، بيطلع معي 124,572. طيب الفرع اللي بعده طالب مني أوجد الفيوتشر. طبعا إذا بتلاحظوا في أي تيبل ما في علاقة ما بين الجي وما بين الأف بشكل مباشر، ولا حتى في عندي علاقة ما بين البي والجي، يعني أو سوري الجي given بي، يعني ما بقدر أطلع جي given بي. ولكن لو أجيت بدي أحسبها من خلال هذا التيبل ببساطة، الجي given بي هي عبارة عن مقلوب البي given جي. فإذا إذا بدي أطلع الـ G given P عند سنتين مثلا والـ I 8% ببساطة هي عبارة عن الـ G اللي بطلعها من الـ P هي عبارة عن قيمة الـ P ضرب 1 على الفاكتور اللي عندي ببساطة. طيب ما في أي علاقة ما بين الـ G والـ Future، ولكن ببساطة إذا بدي أطلع الـ Future من خلال الـ G، الرقم اللي طلع معي اللي هو الـ Present Value بقدر أضربه في الفاكتور اللي بيربط ما بين الـ present والـ future بشكل مباشر. فإذا الـ present هذا ضربناه في 1.09 times أو to the power 20 بيطلع معي الرقم النهائي للـ future value اللي هي 698,153 دولار. تمام؟ طيب ما راح نكمل في الأمثلة اللي ظلت بدها شغل وبدها كلام، فإحنا بنتوقف عند هذا المثال اللي هو المثال الخامس. ظل عندنا 5 أمثلة إن شاء الله بنكملهن في المحاضرة القادمة، ويعطيكم ألف عافية.